الموضوع يبدو تقليدي شوية، أكيد سمعتوه آلاف المرات، معلش خلوها آلاف وواحد بقى. هحاول أخلي فيه حاجة جديدة النهاردة، يمكن ما أعتقدش إنك سمعتوه قبل كده. هعمل لكم زي مقارنة في نهاية السلايدز يعني إن شاء الله. الأصوام في الطوائف المختلفة مدتها وكيفية الصيام فيها، لأن في معلومات عندنا مش كاملة عن فكرة الآخرين بيعملوا إيه في الطائف الأخرى فيما يخص الأصوام، أو نعرف معلومات منقوصة أو قليلة شوية عن الموضوع ده. نبدأ مع بعض. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط أما الجسد فضعيف. خدتوا بالكم الرابطة شوية ما بين الصوم والتجارب لئلا تدخلوا في تجربة؟ طيب، نحن نجرب مرارا وتكرارا بطول الحياة. ربنا يسوع له المجد جاز تجارب عديدة ليشاركنا حياتنا بحلوها ومرها. ليست تجاربها محصورة في تجربته على الجبل فقط، حتى الترنيمة اللي لسه كنا بنقولها دلوقتي ليس بعيدا عن كل ما عانوه. هو في الآخر عانى بالجسد معاناة شبيهة بالمعاناة بتاعتنا وربما أعنف. ما تفتكروش إن تجربته منحصرة في التجربة على الجبل اللي احنا كلنا عارفينها، يعني بعد الصوم لما الشيطان حاول يجربه في حتة أكل الخبز وتحويل الحجر إلى خبز وما شابه، وحتة أجعل لك الممالك لو سجدت لي أو خلافه. لا، هو في مشاكل تانية أو تجارب أخرى تعرض ليها المسيح بالجسد. تعالوا نشوف. جرب مرة بحب الزعامة لكنه أجاب مملكتي ليست من هذا العالم. فاكرين لما كان اتهم يعني ان هو جاي عشان ياخد الملك، وهو داخل على آتان أورشليم يعني في المحاكمة اتهموه ان هو جاي ايه ياخد ملك، قال لهم مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هنا كنت جبت جيوش دافع عني. فتجربة قاسية انهم للأسف ما يفهموش هو رسالته ايه وجاي ليه. جرب بترك الصليب، إن كنت ابن الله فانزل على الصليب لنرى ونؤمن. التشكيك كان ممكن طول فترة وجوده في الخدمة، إنما حتى على الصليب بيحاولوا يشككوا في رسالته ويقولوا لو كنت أنت ابن ربنا ابن الله صحيح انزل طيب وإحنا نؤمن بيك. بيقولوها بسخرية، مش بيقولوها بإن هم عايزين يأمنوا فعليا. جرب بخيانة يهوذا لكنه ما فقدش حبه ليهوذا. تخيلوا لما اختار ناس تكون خاصتي، 12 واحد فقط من كل الناس اللي اعرفهم ومن المحبين والمريدين، اختار 12 واحد يكونوا تلاميذي الخواص بتوعي، وواحد منهم يخني، هيكون شعوري عامل ازاي؟ ومع ذلك محبته ليهوذا ما اتغيرتش، وحاول يحذره اكتر من مرة. جرب بتأفف الفريسيين منه وتذمرهم منه واحتشادهم عليه وكراهيتهم له، لكنه لم يفقد صبره تجاههم أو محبته لهم. حتى هو على الصليب كان بيقول يا أبتاه اغفر لهم لو حد فاكر. لم يرفض الرب يسوع الأكل. طيب تعالوا نتكلم بقى على حتة الصوم شوية بقى. هل الأكل في حد ذاته حاجة وحشة، يعني بحيث إن احنا الكنيسة تعلمنا إن احنا نيجي فترة ونرفض بقى الأكل شوية أو نمتنع عنه شوية؟ السيد المسيح ما رفضش فكرة الأكل، هو فقط رفض إنها أربطها بالحياة كأنها الشيء الوحيد اللي بيخلينا نحيا، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. بل وحن على الجموع لو حد فاكر، قال لهم لألا يخوروا في الطريق، أعدوهم وادوهم أكل. فهو مهتم أهو بالجسديات، لألا يكون حد فاكر يعني إن الجسديات خطية أو المادة خطية زي ما بعض الأفكار الغنوصية كانت بتقول في بعض الأحيان، الفكر الفلسفي يعني. المادة ليست خطية، الجسد ليس خطية، احتياجات الجسد المادية ملهاش نظرة دونية من ناحيتنا ولا حاجة. أمال ليه بمتنع طبعا بعض الأكلات؟ يعني هو اللحمة وحشة؟ اللحمة حرام؟ أمال الأصوام ليه بتخلينا نمنع نفسنا عن بعض الأكلات يعني؟ وش معنى بعض الأكلات؟ ولازم نزيت عشان. الصوم عايز اربطه شويه برضو بفكره التعفف. يعني ايه تعفف؟ يعني ايه انسان عفيف؟
ممكن نكون عارفين الجملة أو الكلمة بمصطلحها الضيق. ربما في ذهننا كلمة عفة تعني عفة جسدية فقط، يعني شخص غير متزوج ربما، لكن الحقيقة العفة تشمل حاجات أعمق من كده شوية. تلاقوا واحد يقولك عفيف اللسان، تسمعوا المصطلح ده يعني إيه؟ بيقولش حاجة غلط، ياخد بالك من كل لفظ. بالمناسبة مش بالضرورة يعني يكون ما بيشتمش يعني، لا ده ممكن على فكرة حاجة لو قلتها ممكن تتفهم غلط، بلاش أقولها أحسن. هي مش غلط، بس امتناعي عن ان انا اقول حاجه ممكن تتفهم بمعنيين معنى فيهم وحش اللي تحصل ده بيسموه تعفف. واحد بيمتنع عن كل شر وكل شبه شر، عفيف الفكر يعني افكاره ما بتروحش تودي كتير، لا فكر ادانه ولا فكر بغض ولا كراهيه ولا حقد ولا تصورات شريره. ممكن يكون على سبيل المثال نذر العفة في الرهبنة، شخص اختار بكامل إرادته إنه يعيش طول حياته بدون ما يشاركه شخص، إنسانة أخرى أو إنسان آخر، شريك حياة يعني، مش لأن الجواز حرام، ركزوا في الكلام، أمال إيه؟ ربما في شيء أسمى وأعمق عايز ينشغل بيه، فامتنع بإرادته عن شيء مصرح ومسموح بيه، لكن عشان في حاجة تانية مشغول بيها أرقى. يعني الراهب لم يترك العالم ولم يترك الاحتياج الجسدي للزيجة من أجل أن الجواز غير مكرم في المسيحية مثلا، مش كده؟ كذلك الصوم لازم نفهم نفس المفهوم، اللحمة مش حاجة وحشة ولا حاجة بغيضة، ولا الأكل ده عشان مادي بحاجة وحشة مش مقدسة في عينينا، كل الأطعمة خلقت من أجل أن نأكلها بالشكر، مش كده؟ هو ببساطة أنا بمتنع عن شيء من أجل أن أتعفف، بمعنى إن أنا أنشغل بشيء أسمى وأرقى فسبت شيء تاني مش غلط مش حرام مش عيب مش وحش، لكن عشان أنشغل بما هو أرقى. ولهذا في مفهوم أعمق من مفهوم فقط الأكل والشرب، ينبغي يعني أن نفعل هذه ولا نترك تلك لحسن حد يفتكر خلاص بلاش صوم الأكل والكلام ده ونفكر في حاجات تانية، لأ الاتنين مهمين. نكنترول الاحتياجات الجسدية المادية عشان الجسد ينشغل بحاجات أعمق، يكون خفيف ويقدر يبذل مجهود أكتر في خدمة، في صلوات، في قرايات، في سهر. الأكل بيخلي واحد برضو شوية أتقل، عايز ينام، عايز يرخي كده. فربما الامتناع عن الأكل مش عشان الأكل وحش، لا خالص، لكن عشان جسمي يكون خفيف أقدر أعمل بعض الأنشطة بشكل فيه صحوة أحسن شوية. بالإضافة أن أنا أعترف ضمنا بأن ليس بالخبز وحده زي ما اتفقنا، في حاجة تخليني أحيا اللي هي كلمة ربنا، يعني مش بس الأكل، مش الأكل بس اللي هيعيش. تمام؟ طيب زي الفكرة قلت لكم عليها برضو، حتة التعفف دي ممكن تفكروا فيها بأشكال كتير بقى. فاكرين مثلا ال3 أيام بتوع طوبيا، حد فيكم قرأ سفر طوبيا؟ قليل جدا. لا طب بلاش سفر طوبيا عشان أسفار قرآنية تانية، حد قرأ الكتاب المقدس قبل كده كله؟ أسفار الكتاب المقدس عهد قديم وجديد كله؟ رائع أشكرك، بس النسبة مأساوية مأساوية، لا مش حلو. طيب يعني اعتقد ان انا خلصت اول مره كتاب مقدس بالكامل عهد قديم وجديد كنت في ثالثه اعدادي مثلا، حاجه زي كده، فعيب عليكم يعني. طيب مهم، في سفر توبيا كان في انسانه كان يعني الشيطان بيضايقها شويه، كان كل ما تتجوز واحد يموت ليله الدخله، لغايه ما في الاخر اتجوزت توبيا، والاثنين كانوا على وفاق انهم اول 3 ايام بعد الجواز يقضوه كله صلاة وطلبة لربنا ان ربنا يحفظهم في الجواز دوت ويبعد عنهم الفكر او المتاعب بتاعت الشيطان ديت، وامتنعوا عن العلاقة الجسدية لمدة اول 3 ايام دول، وبيسموهم حتى في الارث الثقافي القبطي يعني ال3 ايام بتوع طوبيا، في بعض الناس بيعملوها لغاية دلوقتي، في
في ناس يتجوزوا ويطلعوا على الدير ويقعدوا 3 أيام كده وبعد كده يبقى يرجعوا يشوفوا حياتهم الطبيعية. طب السؤال بيطرح نفسه، أنت لو عايز تعيش عفيف طب ما كنتش تتجوز وتريح نفسك مش كده برضو؟ طب هو في الآخر اتجوز عشان يقعد هو وهي يصلوا؟ طب ما هو صلوا من غير ما تتجوزوا يعني مفيش حاجة. هو ببساطة خدوا بالكم الاتنين على وفاق ومتفقين على دوت، ومن أجل التعفف قدروا يقعدوا 3 أيام بعد الجواز مباشرة في حالة من الصلاة والرضا التام عن هذا الوضع، يعني بدون يعني تواصل جسدي بسر زيجة مبارك عادي مفيش حاجة، مش عشان الحاجة دي غلط زي ما اتفقنا، التعفف مش بإنك بتمتنع عن الغلط، عايزين يبقى فكرنا أسمى من كده شوية وأعمق من كده، لا هو حاجة مسموح بيها ومصرح بيها وعادي خالص زي الأكل وزي الشرب في الأصوام، لكن أنا بمتنع عنها مش من أجل إنها وحشة لكن من أجل التفرغ لشيء أسمى وأرقى، مش حاجة غلط. حتى بالمناسبة المتزوجين في الأصوام بولس إداهم رسالة لو تفتكروا فيما يخص الأصوام، هتيجي كمان شوية نقراها مع بعض. بصوا كده، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجاربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. بيوصيهم كده، هيجوا لحظة هيلاقوا في صوم في الكنيسة مثلا، صوم عام، صوموا مع الكنيسة. طب والعلاقة الجسدية وأنا متزوج وأنت متزوجة؟ أه عادي، هنوقف فترة عن الموضوع دوت، مش عشان هو غلط مفيهوش حاجة، عادي ده متزوجات ومتزوجين مفيش حاجة، لكن من أجل التفرغ للعبادة لئلا تجربوا من أجل نزاهتكم اللي هي عفتكم، يعني مش قادرين تمتنعوا عن حاجة وهي مصرحة ليكم بس في الآخر إيه في حاجة تانية المفروض تشغلكم أكتر في بعض اللحظات أو في بعض الفترات. فاهمين الفكرة كده؟ مفهوم الصوم أو العفة. كما أن المتباري يتدرب ويتروض مسبقا كذلك الصائم يجب أن يتعفف من قبل. القديس باسيليوس الكبير. طيب تعالوا نشوف بقى الصوم تاريخيا شوية، يعني هناخد جزء معلش جانب بقى دراسي شوية. هل الصوم مذكور في الكتاب المقدس؟ هبدأ بالعهد القديم. كما حدث عندما هزم الشعب أمام عاي، عاي دي اسم مدينة، فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء. سقط إلى المساء معناها إيه؟ صايم، واخدين بالكم؟ لغاية المساء يعني يوم كامل تقريبا قاعد صايم، نوع من أنواع التذلل. هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسهم، نوع من أنواع التذلل يعني، ومش هو لوحده، ده كل شيوخ إسرائيل كلهم صاموا للمساء لما اتهزموا في حرب. فكان الصوم نوع من أنواع استعطاف الله من أجل خطية أو شعورهم بأن في خطية، مجرد شعور. عارفين أيوب برضو كان يقدم ذبايح من أجله من أجل أولاده لئلا يكونوا قد أخطأوا، احتياطي. كذلك برضو المشاعر الطيبة بتاعت آبائنا، يعني كان يشوع وكل رؤساء إسرائيل صاموا وقعدوا لغاية المساء متذللين أمام الله لما اتهزموا في حرب، حاسين إن في حاجة غلط، ممكن يكون في خطية في الشعب. وقد كان في فعلا خطية لو تفتكروا لما اتهزموا قصاد عاي. مثل تاني، فصعد جميع بني إسرائيل وكل الشعب وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا ذلك اليوم إلى المساء وأصعدوا محرقات وذبائح سلام أمام الرب. ففي أصوام هي حتى ولو هي صوم يوم واحد نتيجة تذلل. نكمل. فاجتمعوا إلى المصفاة المكان اللي بيحاربوا فيه واستقوا ماء. استقوا ماء مش معناهم شربوا على فكرة، استقوا ماء يعني إيه؟ غرفوا مية وراحوا عملوا إيه؟ عارفين ده رمز كده لإيه؟ مش عايز أشرب. حصل قبل كده لو تفتكروا داود كان عطشان جدا وكانوا في حرب، في مجموعة من الأبطال بتوعه راحوا الارض بتاع الاعداء وجابوا له ميه، عمل ايه؟ مسك الميه وصبها قصاده، ده لا ما رضيش يشربها. هي رمز بس لان انا صحيح انا عطشان وصحيح عايز اشرب والشربه مش خطيه ما فيهوش حاجه غلط، بس انا صايم، انا عايز اقول يا رب انا محتاجك انت اكتر من محتاج الاكل والشرب، نوع من انواع التذلل. فهو استقوا ماء وسكبوا امام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد اخطانا الى الرب وقضى صموئيل لبني اسرائيل في المصفى. مثل تاني برضو لحته الصوم، فسال داود الله من اجل الصبي كان عيان ابن داود النبي، وصام داود صوما ودخل وبات مضجعا مضطجعا الى على الارض. تذلل، حس ان ابنه عيان. خدتوا بالكم اول حاجه عملها وقت ما ابنه كان عيان عمل ايه؟
الصوم. بالمناسبة في إصحاح رائع أتمنى تقروه يعني لو حابين، يعني في سفر يشوع بن صراخ، ده إصحاح الطبيب، إصحاح الطبيب، لو الذاكرة ما خدتنيش إصحاح 39، ده إصحاح في يشوع بن صراخ أسفار قرنية تانية، كله بيتكلم تقريبا عن الطب. اقروه كده، نصيحة يشوع بن صراخ في حالة إن الواحد عيان يعمل إيه، خليها مفاجأة، روح أنت وقولولي الأخبار. ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي من عن هزل، أو لحمي هزل، في مزمور 109 داود النبي برضه. إيليا، تعال بقى نتكلم على مش أصوام اليوم الواحد، هنجيب أصوام طويلة شوية أو جماعية، في أكتر من حد مش فرق. إيليا وموسى صاموا 40 يوم متصلة، حصل؟ يهودت كانت تصوم كل أيام ترملها، بصوا الجملة، كل أيام ترملها، ما هو نوع من أنواع التعفف، ما حدش أجبرها على كده، ما كانش عندها تصور خاطئ إن الأكل حرام أو وحش، بس هي ارتضت لنفسها إنها تعيش كل أيام ترملها في صوم. في حد في العهد الجديد برضه ذكر كده لو حد فاكر. نحميا لما سمع أخبار إخوته الذين في أورشليم وأن سور أورشليم منهدمة وأبوابها محرقة أو محروقة بالنار، ناح وصام أمام الله. هنشوف حاجة تانية. حتى أخاب الملك، عارفين كلكم أخاب قد إيه كان إنسان شرير، مش كده؟ تخيلوا أخاب الشرير ده وقت ما عرف عقاب ربنا ليه، بصوا عمل إيه؟ لما سمع كلام إيليا الخاص بما سيحل به وببيته، شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت. صام وتذلل، أخاب الشرير الوحش. حتى قال الرب لإيليا: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي؟ مشاعر ربنا الجميلة لما يكون عارف قلب الشخص اللي اسمه أخاب ده إن هو أصلا شرير، وعارف إن نهايته وحشة، وحكم عليه وقال لأحد أنبيائه إيليا إن يقول لأخاب إن نهايتك هتكون وحشة، بس في لحظة تذلل فيها أخاب، أكن ربنا عمل ستوب كده اللقطة دي وراح يكلم إيليا، أكنه كده مجازا يعني بيناقش حد هيفهم يعني إيه كلمة قلب حنين، ويقول له شفت أخاب بتحنن إزاي، أنا هأجل العقاب بتاعه. سوري، يعني أكن ربنا بإيه بيتلكك عشان يخلي يسامح أخاب الشرير ده. أخاب ما تغيرش فترة طويلة وخد العقاب بتاعه برضه، بس في الآخر على الأقل في لقطة كان أظهر فيها تذلل وصوم فأشفق عليه ربنا. صوم أهل نينوى كان صوم جماعي، كان من ضمن الحاجات المحيرة وأرجو إن أنتوا تفكروا فيها معايا. صوم أهل نينوى كان جمعي بشكل مريب، محتاج تأمل عشان اللي بيشككوا في الصوم الجماعي. يعني لم يشفقوا على طفل ولا رضيع ولا شيخ ولا مريض، ما تقالش ان كان في استثناءات، تخيلوا الشعب كله صام. طب اصل انا ضلوعي بتوجعني، اصل الصبح بصحى مش عارف اعمل ايه، طب اصل شيخ وفوق 90، كله صام، ما تقالش ان في استثناءات. وصاموا مش ساعتين ثلاثه وبعد كده اكلوا ما لذ وطاب، صاموا 3 ايام مش كده، وصاموا 3 ايام 3 ايام بدون اكل ولا شرب خالص، مش زي ما احنا بنصوم دلوقتي اللي هو ايه، لو صمنا لغايه الساعه 12 بنحس بارق مش كده. فاعتقد محتاجه تامل دي، ازاي شعب كامل يصوم وبدون ما حد فيهم يتذمر على قرار الملك بانهم يصوموا مثلا، ما ممكن حد فينا بالمناسبه يصدر فرمان كده كلنا يا جماعه هنصوم، ايه القرارات الغريبه دي، مش صايم مش كده، اللي عايز يقول يصوم يتفضل بنفسه، واللي يرضى بكلامه يتفضل برضه، انا مالي، انا ما حدش يجبرني على حاجه مش كده. ايه اللي يخلي ناس تطيع؟ ايه اللي يخلي ناس تفكر بفكر جمعي، في انتماء للمكان اللي انا فيه، لدرجه ان المكان ده ما يقول يا جماعه هنصوم نحترم ده ونصوم، فاهمين الفكره؟ دي فيها شويه خلل كبير في العصر اللي احنا فيه يعني. قد نادى يهوشافاط الملك بصوم، الملك اللي بينادي مش احد الانبياء، في كل يهوذا عندما قام عليه المؤابيين والعمونيين. الشعب عمل ايه؟ سمع الكلام، هو بيقول يعمل خطيه، ده بيقول يصوم، طب هو ملك مش نبي يعني، هو
هو ماله بحاجة زي كده؟ دي حاجة دينية. افترض يعني هو الملك ده برضو مسيح من الله، يعني عشان كده بيسموه مسيح الرب هو، مش كده؟ فمش عيب ان احنا نسمع الكلام، مش وحشة ان احنا نسمع الكلام. طيب تعالوا نفكر في العهد الجديد. وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا اما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ فقال لهم: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ لكن ستأتي أيام حين يرفع العريس، حينئذ يصومون. إيه ده؟ يعني في العهد الجديد كمان السيد المسيح قبل ما يصعد قال لهم أيوة بعد ما هصعد الناس هتصوم؟ هو الصوم ده ما انتهاش يعني بالعهد القديم؟ لا، مين قال؟ أصله تذلل وحاجات كده غريبة، وإحنا في الآخر بالنعمة المفروض نكون منتظرين يعني الملكوت من غير حاجة، لا تذلل ولا وجع قلب. أوجع قلبي ليه؟ ما أنا ضامن الملكوت، مش كده؟ لا، بالراحة بس عليا. السيد المسيح قال إيه؟ لما يرفع العريس عنهم حينئذ إيه؟ طيب ده حتى أول صيام بعد الخمسين، صيام الرسل، فيرفع العريس عنهم حينئذ يصومون. إيه تاني؟ متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك. سؤال بيطرح نفسه: لو المفروض الصيامات مش ذات أهمية في العهد الجديد، السيد المسيح من ضمن الوصايا بتاعته يقول لهم متى صمتم؟ طب ده إمتى؟ فاهمين الفكرة؟ يبقى أكيد كان هيحصل، صحيح بعد ما يرفع عنا بس هيحصل. ففي الآخر الناس اللي بتشكك في جدول الصيام، تعالوا نشوف. فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، في الساعة التاسعة كنت أصلي في بيتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع. أقرن كرنيليوس قائد 100 ما بين الصوم وإيه؟ الصلاة. بالصوم والصلاة بتنبهنا الكنيسة قوي إن إحنا نقرن الاتنين دول. هو مش تجويع وحش زي ما بيقولها كده احد ابائنا في الكنيسه، انا مش بجوع اسد عشان اول ما يجي وقت افتح له الباب يروح مفترس اللي حواليه، مش بجوع اسد. انا هدفي اصلا من الصيام ان انا اعمل حاجه فيها رقي. لو انا في الاخر طول الموضوع اقول ايه، معلش اصلا انا صايم مش قادر اعمل حاجه، لا قادر اصلي ولا قادر اقرا ولا قادر اعمل خدمه ولا قادر اعمل حاجه، طب تعب نفسك ليه بتصوم؟ مش عايز اعسركوا، لا تصوم، حتى لو انت كده مجازا تصوم وتحاول تصلح مفاهيمك، مش تبطل صيام عشان مفاهيمك بايظه. فاهمين الفكره؟ يعني بلاش برضو مبدا ايه الفتيله المدخنه اطفئها يعني احسن لي، لا خلي عندك الفتيله ما جاش حاجه، ونظبط الفتيله دي ونشوف ايه اللي ممكن نعمله تاني عشان يبقى مش فتيله، تبقى احسن من كده شويه. انتخب لهما خصوصا في كل كنيسه ثم صليا باصوام، الصوم والصلاة، واستودعاهم الرب الذين كانوا قد آمنوا به، أو الذي كانوا قد آمنوا به. يعني بيتكلم على حتة اختيار، حتى الرسل كان بيجي بعد أصوام وصلوات عشان يشوفوا مين الأنسب للخدمة ويحطوا عليهم الأيادي، كانوا بيصوموا وبيصلوا. أهمية الصوم والصلاة عشان أطلب من ربنا الإرشاد يعني. بينما هم يخدمون الرب ويصومون، يخدمون ويصومون، قال رب الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما إليه عشان أعرف أخدم صح. أنا محتاج أصوم وأصلي. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. معك. وحنا بنت فانوئيل، قلت لكم في العهد الجديد في حد برضو ذكر إيه صيامات طويلة جداً. حنة بنت فانوئيل النبية عاشت أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل العابدة بأصوام وطلبات وطلبات نهارا وليلا. تخيلوا واحدة لغاية ما سنها وصل 84 سنة، يعني قاعدة ليل ونهار في الكنيسة بأصوام شبه دائمة بصلوات شبه دائمة. فالصوم والصلاة ممكن يعمل إيه في البني آدم؟ الصوم تاريخيا برضو، تعالوا نتكلم بقى بره الكتاب المقدس. ذكر علامة أوريجينوس الصوم الأربعيني، ولكن بعض العلماء ينسبون هذا الكلام لروفينوس. مين أوريجينوس؟ العلامة أوريجينوس مشهور جدا، أحد أعلام الكنيسة في القرن أفتكر الثالث أو يعني أواخر الثالث، ممكن تقولوا القرن الرابع.
وكان عالم يعني أحد العلماء الكبار، ذكر في كتاباته عن الصوم الأربعيني، يعني واضح إنه كان إيه وقتها عبارة عن 40 يوم زي ما إحنا عارفين دلوقتي. لكن في ناس بتشكك في الأقوال دي، بتقول إن دي ذكرت في الترجمات اللي ترجمها صاحبه روفينوس لكتبه، مش هو اللي كتبها. فأكن الصوم الأربعين ده ذكر على لسان روفينوس أكتر منها أوريجينوس. طب بلاش دي، نشوف حاجة تانية. في القرن الرابع ظهرت كتابات لوجود الصوم الأربعيني، وتم إضافة أسبوع البصحة في عهد قسطنطين الكبير. إحنا عارفين قسطنطين الكبير ده كان في القرن الرابع تقريبا، أفتكر كان في الرابع، فمذكور أهو. في القرن الرابع ظهرت كتابات، إحنا قلناها دي خلاص. وكان الصوم الأربعين يبدأ مباشرة بعد الغطاس، أيوة ركزوا بقى، ومستقلا عن أسبوع البصحة. يعني كان 19 يناير يجي يصوموا صوم الأربعين يوم، يقفوا ويجي قبل قبل القيامة يعني بأسبوع، يصوموا الأسبوع اللي هو البصحة. يعني في جاب كده في النص ما بين الصوم الأربعيني والصوم بتاع الأسبوع بتاع البصحة. إيه كمان؟ وذكر في أيام القديس أثناسيوس الرسولي أن الصوم حتى التاسعة من النهار، اللي هي 3 العصر يعني، ومدته 35 يوم، يعقبها 6 أيام فصح، يقصد ب6 أيام الفصح اللي هي أسبوع إلام يعني، أي 41 يوم أو 6 أسابيع. يعني كان الصوم بحسب أقوال القديس أثناسيوس أو كتاباته عبارة عن 6 أسابيع. وباقي الكنائس بخلاف الأسكندرية كانوا يضمون الفترتين دون تمييز. إيه الفترتين؟ يقصد بيه إيه الفترتين؟ اللي هو 35 يوم مع الست أيام. قلت لكم انا كان بيصوموا بعد الغطاس مباشره، والاسبوع الاخير مفصول لوحده. معظم الكنائس كانت بتضمهم على بعض بخلاف كنيسه الاسكندريه. طيب اما في روما فكانت فتره الصوم 3 اسابيع فقط. بصوا بقى شويه اختلافات كده ما بين بعض الكنائس في الاصوام. في كنيسه روما، كنيسه كاثوليكيه يعني، بس وقتها ما كانش اسمها كنيسه كاثوليكيه خالص، هي يعني الاسم المتعارف عليه بالكنيسة الكاثوليكية ده نشأ في القرن ال11 بعد 1051. سوري، كان الصوم 3 أسابيع فقط، بعدها 3 أيام فصح، لكنها أصبحت 6 أسابيع في منتصف القرن الرابع. يعني برضو في القرن الرابع كانوا وصلوا زينا تقريبا 6 أسابيع. في منتصف القرن الخامس دخل أسبوع جديد للصوم الكبير في الإسكندرية، ليصبح 7 أسابيع مثل القسطنطينية وباقي كنائس الشرق. وقيل ان هذا الاسبوع لو حد فيكم عايز يدرس يعني اسمه اسبوع هرقل، وتم التشكيك من البعض في اقوال اسبوع هرقل او لا. يعني دي حتة يعني فيها جدل بحثي مش عايز اشغلكم بيه، لو حد بس عايز يبحث بيها يبحث بيها. في القرن السابع اضيف اسبوع ثامن سمي باسبوع هرقل اهي في كل الشرق، وبعد هرقل الغت جميع كنائس الشرق هذا الاسبوع عدا كنيسة الاسكندرية. اعتقد احنا الكنيسه الوحيده اللي يدخل فيها صيام ما يخرجش تاني، احنا بنزود بس، حاجه كويسه يعني. اما فحاليا فعند السوريان الارثوذكس اسبوعين، الاسبوع الاول واسبوع الاب، وكل جمعه وسبت تقع في الخميس، ال5 اسابيع بينهما. يعني بيصوموا اسبوع في البدايه خالص بتاعت الصوم، واسبوع في النهايه خالص بتاعت الصوم، والاربع والجمعه الاربع والجمعه اللي في النص بينهم، او اسف جمعه وسبت بينهم. الأرمن الأرثوذكس 48 يوم الصوم، يعني تشمل أسبوع البصخة، فترة الانقطاع غير محددة، ما عندهمش فترة انقطاع محددة. يمكن فاكرين انتوا قديس أثناسيوس الرسولي في كتاباته قال ان هو ايه الصوم لغاية 3 الظهر، مش كده؟ في الأرمن الأرثوذكس ما فيش فترة انقطاع محددة، هو بس ما بياكلوش لحوم من يوم الاثنين بداية الصوم، وكل أيام الجمعة في الأصوام الايام الجمعه ما بياكلوش فيها لحوم. يعني ممكن ياكل لحوم في الايام الاخرى، فاهمين الفكره؟ صايمين بس ممكن ياكلوا لحوم. طيب ايه تاني؟ الروم الارثوذكس 47 يوم تشمل اسبوع البصخه، مسموح باكل الاسماك الصدفيه اللي ليها قشر، يعني في سبوت واحد الصوم، يعني كل سبت وحد ياكلوا اسماك عادي. الروم الكاثوليك 47 يوم ولا يأكل اللحم، يؤكل اللحم كل أربع وجمعة وأسبوع البصح.
ما بياكلوش، بيمتنعوا عن اللحم يعني كل أربع وجمعة والأسبوع الأخير. في الكنيسة الآشورية الصوم حتى الغروب، دي بقى شديدة شوية، ده القاعدة عندهم يعني، الصوم حتى الغروب والانقطاع عن اللحم في الأسبوع الأول والأوسط والأخير. هم 7 أسابيع، أخذوا الأولاني والأخير والأسبوع الرابع، دول اللي يصوموا فيهم عن اللحوم، وكذلك الأربع والجمعة. أما في الغرب فالصوم 40 يوم، ولكن في 1917 تم التخفيف ليسمح بأكل البيض. في بعض الكنائس بيصوموا مع أكل البيض والجبن أو منتجات الألبان يعني، وشرب اللبن مع وجبة واحدة في النهار. وفي 41 تم رفع إلزامية الانقطاع، مفيش أي حاجة انقطاع يعني إلزامية في الانقطاع، لكنها رجعت تاني بعد 8 سنين فقط سنة 49. وحاليا الانقطاع عن اللحوم أيام الجمعة فقط، ممكن يمتنع في أيام الجمعة عن اللحوم. أما في الكنيسة القبطية فكانت الأربعين المقدسة مفصولة عن أسبوع البصخة، وأول من ضمها هو البابا أثناسيوس الرسولي وليس البابا ديمتريوس كما كان يظن. معلش معلومات كتيرة شوية، بس قلت بس يعني قلما حد يتكلم في حتة الفروقات ما بين الطوائف فيما يخص الأصوام وطريقة الصوم فيها، إذا كان بأنواع معينة، إذا كان عن اللحوم عن ال... طيب السؤال المشهور الأكثر شهرة أكيد يعني في أذهان بعضنا، لو ما كانش متجاوب اوريدي من كلمات أخرى سمعتوها كتير، ليه الامتناع عن بعض الأطعمة واشمعنى الأطعمة الحيوانية؟ في إجابة سريعة حد عارف؟ أعتقد يعني سمعتوا الكلام ده أو صار في ذهنكم كتير يعني، حد عارف الإجابة؟ طب أنا بشتهي الفول، أنا بحب الفول أكتر من الحاجات دي يعني. فيها أرواح؟ وأنت بتاكل اللحم بروحه؟ مش بتكون ذبحت ولا بتاكله أحييك أحييك، هو ده أكتر تفسير محتاج نفكر فيه يعني. تخيلوا آدم قبل السقوط كان بياكل إيه؟ أو فاكهة يعني، نباتات يعني، مش لازم أعشاب من الأرض يعني، نباتات يعني، مش كده؟ إمتى سمح للإنسان لأول مرة إنه ياكل لحوم؟ لما سقط؟ لا، بعد الطوفان. طيب اللي منكم هيقرا يعني، لو وعدتوني يعني، معلش وعدوني كده بس التزموا بالوعد يعني، اللي منكم يقرا الكتاب المقدس كده في سفر التكوين، اول مره تلاقوا ان ربنا صرح للبني ادم وللحيوانات انهم ياكلوا لحوم كان في الاصحاح التاسع بعد الطوفان، لان ما كانش فيه نباتات بعد الطوفان لما غرق كل الارض، وكان كل النباتات اللي كان متاحه اتاخدت اصلا في الفلك عشان يأكل كل الحيوانات ديت. بعد الطوفان ربنا سمح وصرح لأول مرة للكائنات الحية بما في ذلك البني آدم إنه يأكل لحوم. يعني الإنسان قبل الطوفان كان نباتي فقط، ده مش بس كده، ده الحيوانات كانت نباتية برضو. بس هيجي بقى الناس بتوع التطور والحاجات دي هيبقى معايا زعل معاهم، بس يعني مش وقت دلوقتي. طيب اقروها بنفسكم في سفر التكوين الإصحاح التاسع، وهتلاقوا إن في الآخر أول تصريح من ربنا للإنسان وللحيوان إنهم يأكل لحم أو يعني يكونوا آكلين لحوم. قبل كده الإنسان كان نباتي. فببساطة الكنيسة عايزة تفكرنا بطبيعتنا الأولى ربما قبل السقوط، قبل الطوفان والخطية لما تسود العالم يعني، إن إحنا بناكل ما هو نباتي فقط لا غير. كذلك ربما أخذ على إن أكل اللحوم يعني افتراس، يعني أكل، يعني حاجة بتضحي بيها، فاهمين الفكرة؟ فمن الأنسب إن احنا نرجع لطبيعة ما فيهاش عنف، ما فيهاش قتل، ما فيهاش دم. فالكنيسة برضو بتنبهنا ده، بإن احنا في فترة الصيام بنمتنع عن أكل المنتجات الحيوانية أو خلافه. سؤال معلش يبدو كوميدي، بس صدقوني في ناس بيشغلهم هذا السؤال. طب العسل، طب ما هو جاي من النحل، يبقى المفروض فطاري، مش كده؟ في ناس بتسأل السؤال العجيب ده. لا ما تقلقوش، العسل مش فطار، اللي عايز ياكل عسل يتفضل يعني، بس وجدته عسلا يعني كل كفايتك لألا تدخن
فتتقيأوا آية كده في الكتاب المقدس يعني. طيب اشمعنى في بعض الأصوام اللي هي الأصوام مش من الدرجة الأولى بناكل سمك يعني، مش ده كائن حي برضو ولا إيه؟ صحيح. وقيل عن هذا أقاويل كتير، من ضمنهم يعني إن السيد المسيح بنفسه بعد القيامة أكل سمك لو تفتكروا مع بطرس لما ظهر على المركب وطلعوا وأكل معهم سمك مشوي. فقيل يعني إن السمك مسموح به في الصيامات من الدرجة التانية، مش درجة تانية معناها فرز تاني يعني، لا هي أقصد يعني مش من الصيامات اللي احنا بنتذلل فيها أكتر، ولا بيسموها سيدية صغرى يعني، ما تمسش مثلا أحداث الصلب والقيامة أو خلافه. طيب حد عنده أي سؤال في الحبة اللي احنا قلناهم دول؟ حد هيوعدني إن هو يقرأ حاجة؟ احنا قلنا هنقرأ كام حاجة النهاردة؟ تكوين 9، يشوع، صح الطبيب، حد فاكر؟ يشوع 39. أشكركم وإن شاء الله نشوف بعض المرة الجاية. نشكر الأستاذ سامي.